حوار في الذاكرة، شهادات حية لشخصيات وطنية وثورية. حوار في الذاكرة مع صناع أبرز الأحداث الوطنية. حوار في الذاكرة مع رضوان حرياطي. أيها السادة الكرام، أهلا وسهلا بكم في أول عدد من حوار في الذاكرة من القناة الأولى. اليوم حوار في الذاكرة يستضيف لكم المجاهد الكبير والعضو القيادي الكبير في جبهة التحرير الوطني، وكذلك في حزب حركة الانتصار للحريات الديمقراطية وحزب الشعب كذلك، السيد أحمد محساس. سيدي الفاضل، نرحب بك عبر أمواج إذاعة الجزائر. ربما أول سؤال نسأله لك سيد أحمد محساس في اللقب، هل أنت أحمد محساس أو أحمد مهساس؟ بلا المهسس، المهساس كان المحساس كان المحساس كان. إذن الاسم هو أحمد مهساس. أنت من مواليد 1923 بقورسو ببودواو ولاية بومرداس. لو نرجع إلى أيام الصبا، ماذا تذكر لنا عن أيام الصبا؟ كيف كنتم تعيشون مع العائلة ومع معيشة تقليدية بدوية؟ يعني هما البيئة اللي كنا عايشين فيها هنا عائلة كبار، ويعتبروا باللي أهل البلاد يعني مفسدين المجتمع، يقدر يكونوا مفسدين المجتمع وينهيونا باش نكونوا لهم. يعني كان تاع التأخر، لكن هذاك هو الوقت، كان هكذاك. كان ضن في بالهم الدخل هذا في محافظة على القيم البدوية والقيم تاع المعيشة في القوة والمضادة وهذيك في الجهاد. نعم، أين درست سيد محساس؟ لقيت في بودو، كنت في بودو حتى للوقت نتاعنا. كانت القراءة تقريبا ممنوعة على الجزائريين، على شبه الجزائريين، وما يسرحوا فيها بالاتجاه يعني بالذي ما قليل يعني. وخرج قانون نتاع الدولة الفرنساوية باش يدرسوا كمية من الشبان الجزائريين معدودة يعني، داروا عليها دعاية كبيرة. ومن جهة أخرى كانوا ثقلين على اللغة العربية، يعني فإحنا القليل من اللغة العربية من العربية اللي قريناها قرآن شوية قرآن يعني شيء قليل، أولا في المحتوى نتاعها ولا في الحجم نتاعها. المحتوى حتى المه درست يعني، حتى المه كملت الدراسة تاعك؟ لكن المسألة هي الأمر كان باش يطبق على واحد 10% من الجزائريين. وفي التطبيق كان صعيب على خطر ما عندهمش تاويل، وكذلك كانوا الجزائريين متعرضين سريين للقراءة الفرنساوية، اللغة الفرنساوية. كانوا يظنوا باللي الفرنساويين يتختلوا معهم باش يفسدوا لهم الهوية نتاعهم. حتى أنا مثلا وصل وين كيعادوا يتهدوا عليهم باش يبعثونا والدينا للمسيد هذا، عادوا يتهدوا عليهم حد ما حبوش يخليونا نروح للمسيد. اللي يهدوهم بالخطية ولا ما نعرف إلا ما يبعثوش ولادهم للسيد للأخر، تهدوا عليهم باش ينتقموا منهم ولا إلى آخره. ولا أنا الأب رحمه الله حكم من هذا وطاح، قال لي رد بالك هذه قضية نصلح. القراءة الفرنسوية، هذه القراءة الفرنسوية قضية سلاح، ما تبنوش بها، ما تتبعوا إلا الأخلاق نتاعكم إلى آخره. لكن من بعد السد الذي كان موجود ضد القراءة الفرنسوية تتنحى، ولا الجري ذاك الوقت اللي ينجم يسجل وليده في القراءة. سيدة مهساس، قد كان في عمرك لما توقفت عن الدراسة؟ توقفت
تاع الدراسة في مثلا 37 توقفت قانونيا، يعني البدائية التعليم البدائي يحبس في 37، وكاين الامتحانات. ومن بعد أنا بقيت في الحقيقة وقيلة عام من بعد، كان مدير تاع المسيد هذا تاني طلبنا مني باش نبقى عام من بعد نهاية القانون، نهاية هذا بالك زدت قريت عام ونص من بعد ولا زيادة على السيرتيفيكا ديتود بريمير كما يقولوا هذاك. بعدها رحت الحياة العملية؟ أولا حاولت باش نتم الدراسة في الثانوية ما نجحش، حوست على شغل التعليم كيمكن يقولوا تعليم الصنعة في ذاك الوقت. حبيت تروح للحياة العملية وتشتغل به تعاون الوالد تاعك. الصدفة اللي كانت في ذاك الوقت في 37 36 الفرنساويين فكوا منا الأرض اللي كانوا مخليها لنا نخدموها كأن باش يبيعوها لنا من بعد والله إلى آخره. في هذاك العام نحيو كانت الأرض اللي موجودة الخرج نتاع بوي في القنطرة، من ثم حتى الجهة الأخرى كانت هذه كانت لينا احنا كنا نتصرف فيها كأنها ملكنا ومش ملكنا، أنا اللي حبوا يدوها دوها. وزيادة على هذا الأرض هذه كانت هي الأرض تاع الدار الأصلية، كان نحوها لنا في 71 بعد الثورة تاع المغاربة، بعد عاودوا نحوها لنا مرة واحدة أخرى جديدة. وقيل ذاك الوقت في ذاك العام اللي خلصت أنا الدراسة في 37 37 في هذاك العام خدموا لنا الأرض هذه، كانت أرض لاباس بها يعني مساحة تاع 60 قطار والله. ماذا اشتغلت بعدها؟ بعد ذلك خدمت في البيلاج، رجعت للبيلاج باش نحاول. كنت سبت واحد فرنساوي من أصل اسبانيولي عطاني شغل يعني في باش نتعلم يقولوا. كاين عند كانوا حوان تما اللي يرقعوا الجلد تاع الحيوانات اللي يخدموا في الأرض، ورحت خدمت معاه هذا الإنسان لأن كان عنده كذلك 3 جزائرين ولا 4 يخدموا تما بالصفة هذه، حتى وليت نخدم كما يلزم. بعد وقع الحرب خرجت أنا بويدو من تما، مشكلة مع الجندارمة تاع بويدو، هربت من بويدو ورحت سكنت في بلخور. وش هي هذه المشكلة اللي صارت لك مع الدرك الفرنسي؟ احنا كنا بعض الشبان هكذاك، عندنا ثم معروفين بشوية وطنية هكذاك يعني مع الناس ونتكلموا، وجلارهم الخدمة انت يراقبوا فينا ويحوشوا دائما يهينونا قدام الشعب يعني قدام الناس. نمشوا احنا في 3 من جهة والرئيس تاع الجندارمية من جهة واحدة أخرى. يوم الحد انا شفت عيط لي من بعد باش يعني يطيح بيا زعما، قال لي هكذا روح، قلت له روح انت لهنا، زعف جاي يجري باش يضربوني، جاي ضربته وندمتم ثم هربت. رحت للشيخ الله يرحمه سبني وطاف كيفاش هكا ودرت المشكلة دوك الان. بعد بعثني عند الواحد بن عمو يسكن في بلكور، ثم بقيت من ثم ما زدت وليت البلدوة ونسكن فيها خلاص. لما انتقلت هنا للجزائر تعرفت على حزب الشعب، يعني أشخاص من حزب الشعب. نسيت ما قلت في الأول، مادام كنت في بلدوة كنا مع بعض الإخوان كما أنتم هكذا، درنا أسسنا فرقة تاع حزب الشعب، ما نجمناش نتصلوا مع المناضلين اللي كان الضغط طاح عليهم قمع سجن داخلي، ولينا درنا سميناها الخامسة، وبقينا نستناو ونخدموا سريين، ومرة مرة نتلاقاو مع جماعة يجوا من الجزائر يجوا من بلكور بهذه الصفة هذه. ومن بعد ولينا صبنا صلة مع في بلكور ودرنا بداية نظام في بلكور. نعم هذا لما كنت في بلكور بمن التقيت من حزب الشعب اللي كنا نعرفه احنا من حزب الشعب؟ حزب كانوا رؤساء كبار معروفين بالاسم
ومن بعد باش تلاقينا مع شبان كيما حنا تاع واحد 5 ولا 6 هكذاك في الحي تكون مؤسسة بدائية على حساب بلكور إلى آخره، وسعناها في الحين وحولنا الاتصال مع النظام تاع حزب الشعب الجزائري حتى صبناه وحطينا اسمك حنا تنظمنا ودخلنا للحزب، مش الحزب اللي نظمناه نفسه، وحطيناهم شروط كي بدينا نخدموا في النظام، حطيناهم شروط باش خدمنا في الظلمة واحد 5 شهور 6 شهور، من بعد حطيناهم شروط، قلنا حنا إذا كان نخدموا في النظام نخدموا في السرية منفصلين من الكهول، نديروا النظام تاع الشباب بالحزب الشباب، حتى وقعت لنا مشاكل باش يطردونا من الحزب ولكن ما نجحنا إن شاء الله. نعم. متى أول مرة التقيت بزعيم الحزب حزب الشعب سيد مصالي الحاج؟ متى كان ذلك؟ في 46 كنت مازلت في بلكور، كنت مازلت محلي على حسب النظام تاعنا، ما كنتش وطني، يعني وطني هو اللي راح يخدم، مسؤول يخدم في الوطن كله، والمحلي هو اللي يخدم في المحل مثلا بلكور ولا الجزائر القصبة ولا بلاجات اخرين. يعني لو توصف لنا كيف ما كان لقائك مع مصالي الحاج؟ مصالي كان في السجن، وحتى احنا كنا في مجموعة من بلكور في السجن كذلك، كنا حكمونا قبل 45، احنا كنا لدينا عملية في بلكور، من هذيك العملية هذيك جات سوا مع 45 بلا ما شاركنا في 45، يعني ماديا هكذا. نعم. في حزب الشعب ظهرت عدة أسماء قيادية في حزب جبهة التحرير الوطني بعدها، هناك قصة حدثت لعبان رمضان، هل كان من أصدقائك عبان رمضان؟ ما كانش من أصدقائي. ما كانش من أصدقائي على خاطر أنا مانيش من أنا مانيش مانيش من نزم، أني فايتني في سن 4 سنين، وأنا دخلت للحزب قبل ما يدخل، النهار اللي دخلت أنا الحزب سنوات بعد باش دخل عبان الحزب في قسنطينة. عبان رمضان سنة 1943 فرض عليه أن يؤدي الخدمة العسكرية إجباريا، كان عبان رمضان معروف عليه أنه كان يسخر من البدلة العسكرية الفرنسية، حتى مرة أنه باعها في الطريق، هل هذا صحيح؟ كل اللي نعرفه على عبان، واللي عبان ما طعش للأمر تاع الحزب، هو رفض عمل شغل عسكري، هذا هو سبتو كان يخدم في لابيسيو نتاع شروه من عين وشكوه، ثم الناس عزلوا حطره ثم في المراقبة وشكوه الناس ثم يعقونهم بمناضلين إلى خيري، ودرت بيه أنا تقرير ثلاث خطرات تلاقيت بيه وتكلمت معه كيفين نشوف كيما نديرو في كل حاجة اللي تكون جديدة بالنسبة لنا ندرسوها، إذا كان إنسان نشوفه الأخلاق نتاعه نشوفه الإمكانيات نتاعه. شفت ثلاث خطات درت عليه التقرير اللي يقدر يسمح له يكون في الحزب معنا أولا من هذه الصفة، درت به تقرير للسكرتير جنرال تاعنا لحول الحسين اللهم والله، وفرح يعني أننا كنا نفرح كل ما نربح شاب جديد ندخله في النظام، كل ما الحزب يكبر به كنا دائما ذات سياسنا هو تجنيد الشباب وتربيتهم في النظام. نعم. على ذكر إدخال الشباب، هل أنت من أدخلت الراحل بن بلة إلى حزب الشعب؟ أنا ما دخلتش، بالعكس أنا دخلت عبان، أنا مش يعني دخلت النظام، دخلت اثنين من اللي رجعوا إطارات كمار من بعد، هو عبان ومضيف وجايين في جهة واحدة خمسين طنية وصيف. أما بلاد دخل متأخر شوية عليهم في الأخر، لأن بن بلاد في الوقت اللي دخل الحزب هو مثلا بن بلاد كان بالسن فايتنا زيادة، وكذلك في الدخول للحزب جاء متأخر، لأن كان هو كنا في 45 هنا
كنا في بيكور وكنا في السجن إلى آخره. هو كان مازال في الجيش الفرنساوي، كان مازال في بعدك في الناحية العسكرية تاع كاسينو في الطليان يعني. حتى من بعد باش عاود دخل 47 هكذاك في 48 باش دخل للحزب في مانيا، من بعد طلعت الدرجين هذاك. ومن بعد حتى في المسؤوليات ما كانت عندنا مسؤوليات واحدة من واحد. نعم، في حزب الشعب كان هناك فصيل من حزب الشعب كان يطالب بالجناح العسكري. نعم، وكان من بينهم بن بلا وكذلك الراحل بوضياف. هل كنت معهم تطالب بال؟ هذا غير صحيح. اللي بدا يميل الحزب للهيئه الصفه العسكريه، لان شفنا باللي الغير عسكري ما يقدرش يقضي على يعني يتبارز مع القوه الفرنساويه كانت سياسيه ولا عسكريه. احنا فهمنا هذا باللي السياسي لازم يكون عنده صبغه عسكريه، لانه هو الحل الوحيد اللي يقدر يكون في الجزائر بعد بالاخص ما بعد التجارب اللي وقعوا في سطيف كلمه والى اخره. فهمنا باللي لو كان ما نظموش الحزب شبه عسكريين ما نقدروش نتغلبوا على فرنسا. يعني هو بوزداد. نعم، هنا أسستم اللجنة المركزية للشباب التي كانت تابعة لحزب الشعب على مستوى أحياء العاصمة، ومن أعضائها البارزين محمد بلوزداد، كذلك أحمد مهساس أنت، وكذلك محمد يوسفي وعبد القادر بودا. صح، هذا صحيح. كانوا أخرين إلى آخره اللي ما ذكرناهم شهرية، كان يوسفي محمد، كان بون بلوزداد بنفسه، كان أخرين. ثم ارتحق بكم ديدوش مراد. قرار سياسي تاع الحزب تاع 47، المجلس اللجنة المركزية تاع الحزب خذت قرار رسمي في 47 تتخلى على النضال أكثر سياسي، لازم يميل أكثر عسكري، شبه عسكري يعني التربية على النضال، الأسلحة والمناورات، كان عندنا وثائق نتاع التربية العسكرية والشبه العسكرية إلى آخره. بدأ الحزب يتكون في 47، الحزب ولا أسس نظام جديد، هو النظام الخاص، واستقل نظاميا من نظام الأصل هو النظام تاع السري نتاع الحزب. بقى ولا الحزب نتاعنا متركب على 3 أركان: الحزب الهيكلي الأساسي الأم، الجناح العسكري، المنظمة خاصة نقولوا احنا اللي تنظمت في هذه الفترة من 47، كانت موجودة شبه موجودة ولكن رسميين، لأن الحزب خذ قرار كل أسبقية للنظام شبه عسكري. نعم، هل عارض سيد مصاري الحاج هذا القرار أو كان يوافقه؟ كان مصاري الحاج كان أضم في المجلس المركزية طبعا. هو كان كذلك القرارات تأخذ بصفة نهائية كل المجلس المركزية، ما كانش واحد اللي يتعرض يعني رسميين هكذا ولا كبارك، كانوا ناس اللي ما كانوش موافقين، لكن في الاجتماع في السياسة، انتشار السياسة تاع الحزب، كان الحزب متركب رايح باش، لأن كان قرار رسمي موجود اللي اتخذ في ذاك الوقت هو الأسبقية لتوجيد العملي. نعم، كانت تأسيس هذه اللجنة المركزية وهي لجنة شبه عسكرية، كان سبب تأسيسها هي أحداث 8 ماي 45. هو القصد الأول انت على هذا المؤسسة هذه هي باش تراقب ظروف سياسية والأعمال اللي تقدر تصير في الجزائر، كما عكسيا صارت ل 45، صارت نوع تاع فوضى، باش ما تزيدش دي تكون كل عملية اللي باش تكون سياسية يجب تجوز في
في الفلتر تاع المنظمة هذه. نعم سيد مهساس، سنة 1949 وقع حزب حركة الانتصار للحريات الديمقراطية، وهو كان حزب الشعب سابقا، في أزمة خانقة كانت أن تفجر الحزب عندما أثارت فرنسا النزعة الجهوية والعنصرية بين الأمازيغ والعرب داخل الحزب. ماذا كان دورك أنت في هذه السنة؟ أنا دوري أنا وحدة الحزب، وحدة الجزائر، وحدة الحزب. الوحدة هي المفتاح الأساسي تاع النجاح في الثورة. ما يقدرش يدير الإنسان ثورة، يوجد ثورة يدير بها مثلا من أحسن الشبيبة تاع الجزائر، ويبقى يتمحور في على واش من الجهة ولا واش من اللغة ولا واش من كذا إلى آخره. ما كانش واحد ثورة اللي تنجح في هذه الظروف هذه. من الشروط تاع الظروف نتاعنا هنا السياسية والثقافية والاقتصادية والدولية باش تولي دولة الجزائر أو تولي دولة، لازم تكون سياسة موحدة تماما ومقاومة كل نزاع غير وحدوي. حوار في الذاكرة مع رضوان حرياطي. في سنة 49 تخلصتم من ما أثرته فرنسا، ولكن بدأتم في التحضير للثورة عبر الجناح الخاص، وعين السيد محمد بن وزداد على رأس المنظمة شبه العسكرية، وعين بدوره ديدوش مراد كمسؤول لها في عنابة تحت قيادة محمد بوضياف اللي كان آنذاك مسؤول في الشرق الجزائري. أنت كنت هنا في الجزائر تحضر الثورة؟ سي صعب عليا باش نجاوبك فيه على هذا السؤال، على خاطر ما يلزمش كل الامور باش الانسان يقدر والوسائل اللي عنده باش ينجم يجاوب فيها الصفه هذه، على خاطر حنا المساله الثوره ماهيش مساله الثوره، هنا كلي دائما كلي فتره الزمان. قولوا بلي احنا عندنا ايمان من قبل الربعين، انا دخلت الحزب رسميا في الربعين من السنكارا، من الوقت هذاك وحنا ملي حلفنا على المصحف وحنا نوجدوا كل ما نحلفوا نوجدوا حاجه، نديروا حاجه نكونوها ونسعوا بهذه الصفه هذه، حتى صبنا ولينا مثلا في 48 هكذاك ولينا حزب تسمى دوله صغيره وعندنا مؤمنين باللي توفرت عندنا أغلبية المسائل اللي باش ننجحوا نقدروا نوجدوا الاندلاع عن قريب بالصفة هذه. نعم، شكون اللي كان معك في أيام التحضير لتفجير الثورة؟ من الشخصيات التي كانت ترافقك؟ إذا كنت ذوك توجيه الثورة هذا مثلا، إذا كان لازم نكونوا في بيرو ونوجدوا ثورة حاجة، وإلا كان نوجدوا الثورة كنظام يومي شهري سنوي وبعد يولي روح هكذا بالصفة هذه، طبعا من نهار اللي بدلنا مثلا دخلنا في احنا الشباب اللي كان معايا يخدمون، نهار اللي دخلوا في النظام في حزب الشعب الجزائري هذا يسمى التوجيه، هذا التوجيه رفض الانفصال، رفض كما يقولوا اسمح لي في مريض، رفض التفويض مع فرنسا قبل كل شرط، هذه مسائل معتبرين في التوجيه الفكري الادبي في ما حتى للتوجيه الاخر الاقصى، يعني هو التوجيه كي الانسان ياخذ القرار منفذ، ياخذ النهار، ياخذ الساعه، ياخذ الاسلحه، ياخذ المواقف المحدودة إلى آخره، ولا يعني هو التوجيه اللي كان مقسوم كما معروف شيء، هذا كانت نسميه الولاية،
عبد النار بزويات على هور كان التوجيد الأول كان التوجيد الأول هو تحويل الحزب من ناحية إرحالية إلى تأثرية، يعني الإنسان يربح الوقت. كذلك تربية ما عندنا في عامين الحزب وين تربى؟ تربى نهار أخذ اختيار إيديولوجي انت على الثورة، انت على الخط الثوري. نعم، في سنة 1950 البوليس الفرنسي اكتشف المنظمة السرية التي أنشأتموها، من اعتقل في ذلك الوقت؟ اعتقل كثير في ذلك، حتى قضية لص تحبتهم القبض كان كبير، كان على تقريبا في السجن تاع البليده فقط كان 250 مسجون من اعضاء المنظمه. هذه الخدمه كارثه خلاص. اللي كنا عمرنا ما نقدروا نزيدوا نبنوا نظام كما اللي بنيناه من قبل، والثورة ما نجموش. هذه مساله واحده اخرى كذلك. يعني كيف اكتشف البوليس الفرنسي المنظمة الخاصة في رأيك؟ هل كانت هناك وشاية؟ منظمة باينة هذيك اللي وقعت في تبسة مع المناضلين، هذا الخلاف في وسط المنظمة مش يقدر يدير يجي من أثاث، هذا سبب الخلاف، هو اللي خلى الجزائري أولا ديخان وكذلك الجدارمي اللي وجد المنظمة الخاصة. كاد أن يقع ديدوش مراد في يد البوليس عندما جاء من عنابة إلى العاصمة. هذيك من بعد القمع، القمع هذاك يسمى القمع نتاع الخمسين هذاك. لكن نهار اكتشفت المنظمة. المنظمة كانت سرية، حتى اكتشفت كي اكتشفت ولا المناضلين وبالأخر بالأقل المسؤولين تاع النظام بنفسه هذاك النظام عادوا يهربوا ويتخبوا في المراكز اللي كانت مهيئه لهم هذاك، فما يسمى تفشلت القضيه هذه تاع النظام. وكان ويح كثير، يعني عندنا احنا اللي كنا فرحانين كيف وجدنا حتى الدقيقه الاخيره باش تندلع الثوره ونكشفت، حتى زدنا اضطراب اخر اجتهاد واحد اخر باش نزيدوا اجتهاد كبير باش نزيدوا نبنوا نظام كما اللي بنيناه، وصارت مشاكل كبيره ما بين المسؤولين حتى كسرت حتى الحزب ولا ذاب، زدنا بنينا هيئه واحده اخرى. بمعنى سيد مهساس نفهم بانه حبله الاعتقالات التي مست اعضاء الحزب في سنه 1950 أخرت الثورة الجزائرية؟ طبعاً. لا شوف الجزائري. متى اتفقتم على تاريخ الثورة الجزائرية إذن؟ إحنا كنا متركزين على وقت 47. المؤتمر الأخر الثوري اللي درناه هو ذاك الوقت. قلنا باللي من الآن ما نزيدوش ندخلوا في الانتخابات. إذا كان قرار يكون قرار ثوري، يكون قرار عسكري، يكون قرار بهجوم على الأهداف المعروفين بهالصفة هذه. وهذا اللي خلانا مثلا من 2000 تقريبا جندي نتاع اللص هذا كانوا عندنا غير واحد 600 ولا 700 في الاندلاع تاع برمين نظام. كان في الأول عندنا 2000 جندي موجودين باش يعملوا، من بعد العملية هذه صارت هجمنا من بعد ب 600 جندي فقط، يعني هذا الخلاف هذا اليوم هكذاك، وقريب ما نجحناش، قريب ما صبناش الفكرة التبديلية. كاين بزاف الناس المناضلين كاين اللي يفشلوا، الأحزاب الحزب تقسم على ثلاثة أخيري، وقع صراع كبير تقريبا، حتى صراع مادي يعني دبزة حتى هذا، وعودنا عالجنا هذا الشوك طلب منا حتى البرومي نظام، بل كنا نديره قبل شهر والله شهرين والسر والله
باش ندخلوا. سنة 53 تسبب صراع داخل الحزب بين حركة الانتصار للحرية الديمقراطية بين أنصار مصاري الحاج والمركزيين الذين أرادوا تحديد صلاحيات زعيم الحزب، أليس كذلك؟ في سنة 53 تسبب صراع داخل الحزب حركة الانتصار للحرية الديمقراطية بين أنصار مصاري الحاج والمركزيين. هذا الصراع كان من أجل تحديد صلاحيات زعيم الحزب. كان هو في الواقع إذا كان تكلموا هذا يقدر يكون هكذا نتفسره بصحة، بصح إحنا اللي كنا عايشين لداخل الحزب ولداخل المنظمة وعشنا خطوة خطوة كل المشاكل تاع هذه الهيئة الجديدة اللي خلقت في وسط الحزب وهي تاع الحزب إلى آخره، ماهوش هكذاك، لأن الغلطات اللي قبلت كانت تكونت قبل وما تداوش كما يلزم، والغلطات اللي صارت مثلا في الاستراتيجية نتاع الحزب، الغلطات اللي الحزب بعد ما نجح في الانتخابات تقريبا 100% في الانتخابات تاع البلدية 47 تاع 47 التي زورتها فرنسا، نجح تقريبا 100% ونجح تاع تاع النواب في فرنسا بنفسها الى اخره، يعني اعتبر روحه باللي نجح في كل مسائل وارتخى ما درش البال على الغلطات اللي كانت ما زالت موجودة في وسط الحزب وتهدد فيه من الداخل. بهالسيف هذه اللي الحزب كان عنده كل وسائل مثلا احتياط باش ما يخليش الأمور تتغلب عليه يعني وينسى الحقائق الأمن تاع الحزب نفسه. نعم، في سنة 54 سيد مهساس أردتم إعادة ترتيب البيت، يعني بيت الحزب، وأنشأتم اللجنة الثورية للوحدة والعمل، كان هدفها الإصلاح بين الطرفين. لماذا جاءت محاولة الإصلاح أو باءت محاولة الإصلاح كلها بالفشل آنذاك؟ محاولة الإصلاح كانت باءت بالفشل آنذاك. طبعا الشرطة الفرنسوية تتلقى القبض على 240 جندي إلى آخره، لازم تسب السلاح، لازم تبدا تقضيها، ما يقدرش. كان عندنا الآخر احنا يقاوموا ضد الشرطة إلى آخره، ولكن ما عارفين بما يقدرش يشد جندي عبد ما يجيبش يشد شهرين ثلاثة شهور تاع عذاب، لازم يجي واحد هكذاك. والسلاح كان بقى حتى بعد العملية تاع 50 بقى السلاح اللي كان مستعد باش يلعب ذاك الدور مازال بقى حتى أول نوفمبر كذلك، ما خلاص مازال مخبي حتى المرحلة الثانية اللي درنا بها الثورة. نعم، في سنة 54 كذلك بدأتم تفكير وكذلك هيكلة الحزب من أجل التخطيط الحقيقي بالتاريخ وكذلك التنظيم العسكري والسياسي لإشعال فتيل الثورة في الجزائر ومجابهة فرنسا الند للند. كان في جوان سنة 54 اجتماع بالعاصمة وضم 22 عضو. صراع في جوان العاصمة 54 كان اجتماع بالعاصمة وكان فيه 22 عضو من أجل بحث كيفية إشعال الثورة. وكان من منظمي هذا الاجتماع محمد بوضياف، ديدوش مراد، العربي بن مهيدي، مصطفى بن بولعيد، وانبثق عن هذا الاجتماع، يعني خرج من الاجتماع هذا لجنة ثورية تضم كل من محمد بوضياف ومصطفى بن بولعيد.
لا هذا كان عمل عظيم باش يعاود الشيء اللي صار قبله وانفجر من ضغط الشرطة، تحطيم الشرطة الفرنسوية، هو تحطيم يعني القوة اللي كانت موجودة هذيك لازم تتحطم، في هذيك تفشل الحزب اللي ما كانش حزب ثوري، وكذلك واللي ما كانش منظمة ثورية ولا في أي جهة من الجهات اللي وقعت في الجزائر، يعني تقتل الأم نتاع إحياء النظام الثوري في أي حزب جزائري. نعم، آنذاك لجنة الستة المعروفة كانت تبحث عن زعيم يتزعم الثورة، وكان ديدوش مراد اقترح اسم مصالي الحاج، وهناك من رفض أن يكون مصالي الحاج هو من يتزعم الثورة الجزائرية. عمره ما كان وقع، ما سمعش بيه أنا. احنا من الأول، من الشقاق الأول اللي صار قبل انطلاق الثورة، كان موقف حيادي. الغلطة اللي درناها تحت إطار سيطرة الحزب هذه ما نعاودوهاش، الثورة لازم ما يقودوها إلا الثوريين، إلا اللي ثوريين. إذن مراد ديدوش مراد لم يقترح اسم مصالي الحاج، ما سمعش ببقى. وعارض بوضياف كان بزاف من هذا المقترح، هذا الأم وهذا الأمور، الخطوة الأولى هو الثورة ضد الإدارة تاع الحزب. كاين اللي دار ورقة كيما هذه تحكي، كاين كيما درت أنا مثلا، تركت يعني نهضت به الناس اللي ما عرفوش، المسيرين اللي ما عرفوش ياخذوا مسؤوليتهم، حتى هدموا بالسياسه نتاعهم الفاسده الى اخره، رايحين يحطموا 30 سنه نتاع النضال الثوري الى اخره بالفشل نتاعهم الى اخره، وحتى بالعنف يعني وصلنا حتى للعنف. ولا ذاك الوقت حنا اللي كنا صغار كنا نتهموا في الحزب بالمسؤول نتاع الحزب باللي حطموا، راهم يحطموا في التراث نتاع النضال تاع 30 سنه، 32 سنه، حتى يبقى هذا الامال اللي كان بالك سنوات عديده، اللي كان امال تاع الاجيال تاع الشبان كيفاش يوجدوا الطرق يتعلموا النضال الى اخره، حتى وصلوا للدرجه كيما هذه وحطموا لهم الاله تاعهم. صارت مشكلة كبيرة، مش كما بالضبط كما تحكيوا انتوما، كما صارت مثلا من لان احنا كنا مسؤولين، وكل كنا مسؤولين، انا كنت مامون كل واحد عنده مسؤولية، وكل واحد كان يعني يفكر مثلا احنا في السجن في البلية بدينا نفكروا من الاول باللي المناضل العسكري شبه عسكري ما يلزمش يتبع اي تيار من التيارات، من المصالي ولا يلزم ياخذ تاريخ الثوريه، وكذلك يحارب على الوحده نتاع الحزب وعلى الاستراتيجيه نتاع الحزب الوحدويه، هذه الصفه، وكذلك يحارب باش تبقى القوات تاع الحزب موجوده، ما تبرزعش وما ما بين تتفرق ما بين الهيئات السياسيه اللي كانت موجوده في الجزائر بدون فايده. نعم. شكون كان يدعم دائما افكارك من الاصدقاء والزملاء وكذلك من القاده البارزين في الحزب، اللي كان دائما يدعم الافكار تاعك ويعاونك؟ في تقريبا كل جروب، ما دام كنا في الحزب كان شيء ممكن اسماء تعطينا اسماء. الاول بكل صراحه هو بالوزداد، وجماعه بيان ما خدمش معاه بزاف. كريم بالقاسم كنا في حزب واحد،
قزم واحد ديدوش مراد تعال لا ديدوش مراد ديدوش مراد يوسفي يوسفي بون بزاف كنا وكذلك محمد تاع لوريس نسيتو ولا الزعيم تاع لوريس مصطفى بن بولعيد مصطفى بن بولعيد محمد العصامي تاع بسكرة هو اللي كان تقريبا الزعيم تاع الجهه هذيك هما الباينين يعني خلينا من الكبار اللي كانوا مسؤولين كبار علينا في السن بزاف كما مصطفى الحاج كما راجف كما لكن كانت قضية ماهيش سهلة باش نعاودو صورة أخرى نتاع ثورة هذا هو الشيء اللي من بعد ولا صراع يا أنت نديرو ثورة ولا ما نديروهاش من بعد ما فشلت هذا اللي كان نعم الحمد لله احنا اللي نجحنا. سأستمع منك بعد أن نختم هذا العدد اندلاع ثورة الجزائرية في الفاتح نوفمبر من سنة 54 كيف كان التحضير للثورة وكيف كانت الظروف آنذاك التي ساعدت الطوارئ الجزائريين وكذلك الشعب الجزائري على الالتفاف بثورته؟ السيد مهساس أحمد شكرا جزيلا لك. مستمعينا الكرام سنتطرق لهذه المحاور في العدد المقبل. دائما تقبلوا تحيات رضوان حرياتي والفريق العامل معي. إلى اللقاء. حوار في الذاكرة مع رضوان حرياتي.